السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هكلمكم عن حاجة من المبيدات، وتعتبر برضه من المخصبات، وهي كبريتات النحاس، أو زي ما مشهور عليها في الأسواق المصرية الجنزارة، أو زي ما معروف عنها في عند العرب القدامى، زي ما كان مسميها جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء ذات نفسه. جابر بن حيان هو اللي أسس علم الكيمياء على فكرة، عشان بس محدش إيه اللي أسسه لحد غربي، وهو اللي وضع كل الأسس لعلم الكيمياء. حتى يمكن حامض الكبريتيك، مية النار اللي انت بتغسل بها بيتك وبيستعمل في العربيات وفي البطاريات وفي الكلام ده كله، ده كان جابر بن حيان اللي محضره، وكان مسميه زيت الزاج. وكبريتات النحاس اللي في ايدينا النهارده دي كان جابر بن حيان مسميها الزاج الازرق، كان مسميها الزاج الازرق. طيب احنا ما يهمناش طبعا نتكلم في كبريتات النحاس الا عن الزراعه، احنا قناتنا قناه ايه زراعيه. فاستعمالات من 1956 استعمالات كبريتات النحاس في الزراعه هي كمبيد فطري، ده مشهور عند الناس كلها بيستعملوها كمبيد فطري. اول حاجه في علاج التسمغات زي ما في الشجره دي كده، هنقوم عندها دلوقتي وهندينها لكم ونظبطها لكم. زي ما دي كده، دي كانت عجينه بوردو على فكره وجفت، تمام. يبقى اول حاجه بيتعمل منه عجينه البوردو بالاضافه مع الجير الحي، اللي كنت اتكلمت قبل كده في الحلقه بتاع الجير الحي على الكلام ده، بالاضافه مع الجير الحي بيتعمل منه خلطه عجين البوردو، ويتم طلاء بها الاماكن المصابه بعد تنظيفها جيدا. يتم طلاء الاماكن المصابه بعد التنظيف الجيد لها، يتم طلاءها بعجينه البوردو اللي هي كبريتات النحاس مع الجير الحي، فبيقيها تماما، بيقي الشجره تماما من الاصابه بالفطريات. دي اول حاجه. في ناس بتحطه للتربه، بتحطه في التربه للباذنجان مثلا وللفراوله، بيحقنوا بالباذنجان والفراوله عشان يقي من فطريات التربه، عشان ما فيش فطريات تنتج في التربه. في ناس بتحطها في التربه للخضار عشان الرخويات والحلزون، الحلزون اللي هو القوقع. في قوقع قدام دلوقتي هبقى اجيبه لكم دلوقتي واوريكم بيعمل فيه ايه اما يمشي على كبريتات النحاس بيحصل له ايه. دي حاجه بيقضي على الطحالب، يعني لو حطيته مع الميه وفي الطحالب بتنمو، مثلا الطحالب والريم والحاجات دي بتنمو في المجاري المائيه زي كده، دي مجرى مائي هو بيسقي الارضيه في المجاري المائيه اللي زي دي، بيعمل على قتل الطحالب والريم. الريم دي نوع من انواع الطحالب على فكره، يعني الريم الاخضر والحاجات الخضراء، الطحالب الخضراء اللي بتنمو دي كلها من انواع الطحالب، بيقضي عليها تماما. كبريتات النحاس بتقضي عليها تماما. بيستخدم مسمينه مبيد الفطريات الازرق. ساعات بيترش اللي ساعات بيتعمل منه منتجات، بيدخل في منتجات للاباده الفطريه، بترش منه بقى اشجار الفاكهه واشجار الموالح والحاجات دي، تمام يا جماعه. تمام. الاستعمال الثاني في الزراعه اللي محدش يعرف عنه حاجه، ان مبيد حشائش، مبيد اعشاب وحشائش زي دي كده، الحشائش اللي طالعه في البساتين بس بيبيد كله، يعني مش مبيد اختياري مثلا، يعني لو ترش على محصول اللي يموته، انه بينقع في الماء. يعني بدل انا بقول للناس كلها اللي عندهم بساتين موالح مثلا، او اللي عندهم، يعني هو اقل ضررا من رش الحشائش، من مبيدات الحشائش. يعني هو اما نستعمل كبريتات النحاس او الجنزاره زي ما مشهور عنها في جمهوريه مصر العربيه، بيقولوا عليها هنا في مصر الجنزاره، اللي ما يسمى العلمي كبريتات النحاس، ما اعرفش بقى في الدول العربيه الشقيقه انتوا بتسموها ايه، انا ما اعرفش. وساعات في وفي ناس بيقولوا عليها الزجاج الازرق، لان هي بتبقى عامله زي الازاز كده وزرقاء. وجابر بن حيان كان مسميها الزاج الازرق. دي كل الاسامي اللي اعرفها عنها، الاسامي العلميه. اما الاسامي الناس، الاسامي العاميه بين الناس، ما اعرفش الا الجنزاره زي ما بيقولوا عليها في مصر في بلدنا هنا، تمام يا جماعه. تمام. يعني بالنسبه بقى لمبيدات الحشائش، بيتنقع لمده 12 ساعه او 24 ساعه كمان مع التقليب المستمر يوميا. وبعد كده بناخد بنسيبنا من الحمل اللي فيه رواسب، يعني بنصفيه، وناخد اللي نتج من النقح، نضعه في رشاشات اللي بتستعمل لرش الحشائش دي، ونرش بيه الحشائش، بيبيد الحشائش كامله.
مبيدات الحشائش دي بقى جت بالصدفه. يعني اصلا ان هم يقولوا ان في يعني ان العلماء يبحثوا ويعملوا مبيدات الحشائش دي جت صدفه ازاي؟ واحد مزارع كان زارع عنب، اللي حصل في القريه اللي هو فيها الاولاد الصغيره كانوا بيسرقوا العنب منه. العيال الصغيره كانت بتسرق العنب، فهو يعمل ايه؟ العيال الصغيره ما يعني العيال الصغيره انتوا عارفين مفيش عيل بيعرف، مفيش راجل، مفيش حد بيعرف يسيطر على العيال الصغير. ف يعني استغاث منهم، استغاث باهلهم، واستغاث بالدنيا بحالها، برضه مفيش فايده. يعمل ايه؟ حد يعني حد نصحه وقال له ايه؟ قال له انه يعمل كبريتات النحاس، كبريتات النحاس يعمل منها عجينه او منها دهان زي ما بتتعمل كده بعجينه البردو، بس ما يحطش عليها غير حي، يعني يعمل منها دهان لوحدها ويدهنها على العنب، بحيث ان لما عيل ياكله لما ما ياكل وبقه يوجعه او حنكه يوجعه زي ما بيقولوا في اي بلد، او فمه يوجعه بالعربيه الفصحى عشان بس الناس تفهم كلامي، اما فمه يوجعه مش هياكل تاني، او ما يجيله اسهال. يعني انها بتعمل اسهال، من ضمن اعراضها، من ضمن اعراضها لو اتاكلت يا جماعه في الانسان هي بتعمل تسمم بسيط كده، تسمم بسيط مش تسمم جامد، يعني بتعمل تسمم بسيط فبيخلي الواحد يسهل والمعده بقى بتبقى مش مستحمل معدتك، دي حاجه. بس هو ما بيجرالوش حاجه، يعني اللي اللي بياكل منها ما بيجرالوش حاجه، ما يموتش يعني، فمحدش هياكل عنب تاني. فالراجل هو بيستعملها، كان ما بين كل شجر عنب وبعضه، مثلا نعتبر دي اشجار عنب، ما بين كل شجره وشجره كان في مساحه فاضيه وطلع فيها الحشائش. فاللي حصل وهو بيرش وهو بيستعمل كبريتات النحاس، فكان وهو بيدهن العنب كان بيقع على الحشائش، فالحشائش بقت تموت. فجت للراجل الفكره ان هو بدل ما بيهلك نفسه وبيهلك وقته في العزيق، ان كان بيتخلص من الحشائش دي بالعزيق، انه يعزقها ويتخلص منها بالتقليع كده مثلا، ان بيمشي يقلعها يتخلص منها بالتقليع او بالحش او بالعزيق او الكلام ده كله، تمام. اهو لقينا قواقع هنا اهي، مش هنقوم بها اهي، اهي القواقع لقيناها هنا اهي، تمام. هجربها لكم دلوقتي بالايه، على كبريتات النحاس. فلقى الحشائش بتموت، فبقى ينقع كبريتات النحاس ويصفيها ويرش بقى الحشائش وقت تموت. فجه مشرف الزراعه وهو بيتابع مزرعته في مره، استغرب، بيقول له انت بتموت الحشائش كده ازاي؟ الحشائش ميته كده ازاي؟ كلها كده بتقع على الارض تموت. فقال له على كبريتات النحاس. فمن كده بقى ايه، ظهر البحث العلمي بقى توجه ان يعملوا بتات حشائش بعد كده، تمام يا جماعه، تمام. ودي كل حاجه عن كبريتات النحاس. وبقول لكل اللي بيستعمل كبريتات النحاس، لو حد جه يستعملها ابعد عن عينك، ابعد عن، اغسل ايدك كويس بعدها، ما تخليهاش توجي تيجي عن بقك، انها بتعمل تسمم خفيف، هيعمل لك اسهال ويعمل لك اضطرابات في الجهاز الهضمي كله، وممكن تعمل تجميع للدم يا جماعه، تعمل سبب بقى، يعني لو ازمت قوي بتعمل تجمع في الدم. بس هو ما بيعملش حاجه، بس هو الكبد بيحل الموضوع، بس بيقولوا ان على المدى الطويل بتعمل اضرار، فخلي بالك من نفسك وانت بتستعملها. دي حاجه يعني نحازر، واحنا بنستعمل الجير الحي وكبريتات النحاس. وكده احنا خلصنا، اوري لكم بقى تاثيرها على القواقع. يعني هنحط هنا اهون على القوقعه ده شويه كبريتات نحاس، هنشوف هيخرج من القوقعه ولا هيعمل ايه. هو بدا عايز يخرج اهو، هي بتتحرك قدامكم. ايوه اخرج بقى، هو عمال يحاول هون يدخل جوه القوقعة اكتر، يبعد نفسه عنها، لان هي مبيدات قاتله له فعلا، مبيدات قاتله يعني، ما لان هو بيكركد الكرومب وبيقرقد جميع انواع الخضر، فالناس بتضطر انها تحط الكبريتات النحاس او يحطوا الكبريت او يعفروها بالكبريت، عشان لما يجي يطلع فوق الكرومب ويطلع فوق الحاجات دي ويطلع فوق الطماطم، بيعفر الطماطم بالكبريت، بالطماطم بالذات يعني بتعفر بالكبريت، اما يجي يطلع فوق الطماطم او يطلع فوق الكرومب يموت. دلوقتي بقى انا عايز اوريكم عجينه البرد وهي بتدهن على الاشجار، تمام. انا مجهز شويه هندهنهم، مجهز فرشه ومجهز كل حاجه، تمام. اهي يا جماعه، ودي الشجر اللي مسمغ اهو، دي الشجره اللي مسمغه اهي، اهي يا جماعه شايفين اثر التسمغات، شايفين يا جماعه.
فبتديهم بالشكل ده لحد ما تزرق تماما. يا جماعة احنا كنا منظفينها، كنا منظفين الحتة اللي فيها تسمخ اهيا. ندهن بقى عجينة البوردو كده، دي عجينة البوردو اهي، ان شاء الله تقضي على التسمخ ده وتعود لنا الشجرة بصحة وسلامة ان شاء الله. دي شجرة جريف فروت على فكرة، وشجرة بتطرح يعني طرح كويس اهي يا جماعة. الطرح فيها يعني الطرح فيها انا كنت صورتها لكم قبل كده، الطرح فيها بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة اهي، اهي يا جماعة. فنكمل بقى عشان الفيديو ما يطولش. اهو بتدهن 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 الحيط اللي فيها تسمخ كلها. ودي بقى وبتلف حوالين الشجره بحالها، يعني مش بتعمل منطقه واحده بس، لا حوالين حوالين الحلق كله، حوالينها داير ما يدور كده. وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني دي كانت الفكرة، يعني بوريكم بس، يمكن يعني الناس كلها اللي عندها بساتين تعرف الكلام ده كله، والناس اللي عندها بساتين عارفة الكلام ده، يعني مش محتاجة إن أنا أعرفه لها. أنا بعرف الناس المبتدئة يا جماعة، المبتدئين واللي لسه بيدرسوا في كليات، يعني بنديهم فكرة لعل في يوم يدعوا لنا دعوة إن إحنا علمناهم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.